الخبز هو الطعام الأكثر قيمة والمشترك بين كل مائدة في العالم. ولما كان الخبز جزءاً هاماً في طعام كل فرد، تصير إنتاج القمح صناعة شرف وإتقان. لذلك كان من الواجب علينا أن نبذل لهذه الصناعة ما تستحقه من جهد وخبرة. تأسست شركتنا باسم ديرمانجي أوو ماكينا في عام 1977، وبدأت بالإنتاج على مساحة تقدر ب 100 متر مكعب. ومع تزايد إنتاجاتها وتطور الشركة، توسعت المساحة لتغطي نحو 800 متر مكعب في قونيا داخل محل الصناعية الأناضول. ديرمانجي أوو ماكينا بدأت بتصدير منتجاتها أيضاً في فترة قصيرة بعد تسجيل اسمها التجاري كشركة ديرمانجي أوو ماكينا الصناعية. التجارة في عام 1999 استمرت بنشاطها في تجمع مغلق عائد لها تقدر مساحته ب6000 متر مكعب لتعزيز قدراتها الإنتاجية. بعد تأسس علامتها التجارية باسم ديكبا لتسويق المطاحن والتجارة الخارجية في عام 2002، بدأت أنشطة مبيعاتها وتسويقها بشكل أكثر تنظيماً وأكثر انتشار. كما أن ديرمانجي أوو قد أثبتت جودتها بتركيب خطوط إنتاج كاملة في الخارج، وقد تسارعت مبيعاتها في الأسواق الخارجية بعد أخذ علامتها التجارية المسجلة باسم ميلتاج في عام 2007. مع تزايد مبيعاتها وإنتاجاتها، تم نقلها إلى المبنى الجديد الذي أنشئ فوق مساحة تقدر ب20,000 متر مكعب، 14 متر مربع منها مغلقة في محل الصناعة أورغنايز في مدينة قونيا في عام 2017. وصلت صادرات ديرمانجي أوو إلى نسبة 98% من مجموع إنتاجاتها، ومع خبراتها التي تجاوزت ربع قرن، هي تقوم بتركيب خطوط إنتاج كاملة للمطاحن لإنتاج الدقيق والسميد ودقيق الذرة، بالإضافة إلى مصانع الأعلاف مع تركيا، إلى كل من روسيا، برازيل، دنمارك، رومانيا، من أوزبكستان، جنوب أفريقيا، وإلى 37 دولة حول العالم. تقوم بإنتاج مجموعة من معدات التنظيف والترطيب تتضمن 33 نوعاً من الماكينات، وفي قسم النقل 12 نوعاً من الماكينات، وفي وحدات الطحن 35 نوعاً من الماكينات. ديرمانجي أوو لا تكتفي فقط بالمحافظة على الجودة ورضا العملاء في إنتاجها، بل تولي أيضاً أهمية كبيرة لأنشطة البحث والتطوير. لهذا وفي هذا السياق، قد قامت بالتوقيع على العديد من المشاريع مع مؤسسات الأبحاث العالمية والتكنولوجيا التركية توبيتا، وكذلك مع وكالة التنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوساجي، وبالشراكة أيضاً مع مراكز تطوير الأبحاث والتكنولوجيا في الجامعات لتستمر في مسيرة التطوير والتحديث من غير انقطاع. هذا وقد بدأت دراساتها للبنية التحتية في نطاق التصنيع والإنتاج 4.0، وبناء على ذلك قد حددت لها استراتيجيات قصيرة الأمد ومتوسطة وبعيدة الأمد اسمها البحث والتطوير، بالإضافة على التركيز على جودة المنتج، ويركز على جمال التصميم أيضا، وهي تقوم بتحسين الآلات المنتجة باستمرار في نفس الوقت. ديرمانجي أوو ماكينا تعتمد في منتجاتها على استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتصاميم الحديثة والمبتكرة على المنتجات. شركة ديرمانجي أوو بالخبرة المكتسبة لديها على مر السنين هي قادرة على تقديم الدعم والحلول لجميع المشاكل التي تواجه مصانع عملائها، ومستعدة لتوفير كافة احتياجاتهم من جميع المنتجات. ديرمانجي أوو ماكينا تستمر بمضاعفة قوتها التنافسية في الأسواق الدولية عن طريق مشاركتها في المعارض الدولية والمحلية. ديرمانجي أوو ماكينا تهدف إلى كسب المزيد من العملاء يوماً بعد يوم، وتسعى إلى ذلك عن طريق الاستفادة من جميع التقنيات الحديثة لنيل رضا عملائها وبناء جسر متين من الصداقة مع جميع عملائها ومورديها.